عصفور الضرائب. إن أردت قراءتها فاشتريها. سأشتري القصة لو كنت أستطيع ذلك. أهلا بك. هل اشتريتها؟ أجل، الإصدار الجديد من هذه القصة. واشتريت غيرها نحو 10 قصص. هذا مذهل. لا، إنه ليس بالأمر الكبير. هي سونيا، لن أدعك تراها. إن أردت قراءتها فاشتريها بنفسك. جميعا يجب أن يكونوا متساوين. ألا يمكنك فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟ بلى، يمكنني فعل ذلك يا نوبي. محصل الضريبة. محصل الضريبة؟ ماذا يفعل؟ هذا الآلي يأخذ ضريبة على النفقة التي تأخذها. مثلا نفقتك هي 500 ين، يأخذ المحصل ضريبة 10%، أي 50 ينا. لا بأس بهذا، فخمسون ينا مبلغ بسيط. لا، غير صحيح. أنا أحتاج إلى المال والنفقة لا تكفيني. بماذا سيساعدني محصل الضريبة هذا؟ كلما زادت النفقة ازدادت الضريبة، وهذا يعني 500 ينا وأقل تكون 10% ثم تزيد. 10؟ ولكن سونيا يحصل على كثير من المال، وبهذا ستكون ضريبته أكبر. أجل، هذا صحيح. هذا يبدو أكثر إنصافا. وما الذي سنفعله بمبلغ الضريبة؟ سننفق المال لتنفيذ مشروع ما. المشكلة هي هل سيوافق الجميع؟ لم أسمع بفكرة مذهلة كهذه قط. أنت ولد عبقري يا نوبي. لا، لست بهذا القدر. لنحصل على لباس موحد لأجل فريق كرة القاعدة، ولنشتري القصص المصورة، ونبني مكانا خاصا بنا للطعام واللعب. موافقون؟ إنها فكرة جيدة. أنتم تبالغون كثيرا، ولكن لا داعي للقيام بكل هذا الأمر. لندع كل منا يشتري ما يريده من ماله. نعم، أنا أوافق سونيا. وأنا أيضا. تفكرون في أنفسكم فقط. انظرا، لقد وافقوا بقلوب رحبة. إنه يبحث عن المال الذي تملكونه. لا، إنها لي.
علينا أن نتوقف عن ذلك. ماذا تقول؟ أخذ منك 50 ينا فقط. مرحبا. هذا أنت يا عم نوبيرو؟ أهلا يا عم نوبيرو. هذا القناع تذكار من إفريقيا. شكرا جزيلا. أرجو أن يكون قد نال إعجابك. سأعود إلى الهند وسأبقى هناك قرابة 3 سنوات. ماذا؟ إنها مدة طويلة. سأعطيك الآن نفقتك لثلاث سنوات يا نوبي. لا 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 لا، لا أريد مالا. لا تخجل، خذ المال من عمك. قلت لك لا أريد. لا داعي للخجل، أراك بخير. سبعون في المئة تساوي 21,000. سبعون في المئة كثير، كيف أصبحت النسبة هكذا؟ لقد تذكرت. الباقي 9,000. الضريبة 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 الضريبة. محصل الضريبة؟ الضريبة. عليك الآن أن تخبرنا بالمبلغ الذي حصلت عليه. المبلغ هو 173,800 ين. نوبي 21,050 ين. شيزو 11,200 ين. إيس 49,000 ين. كانيو 91,800 ين. هذا هو مجموع الضرائب. ماذا؟ ولماذا سونيو والعملاق لا ضريبة عليهما؟ غريب، هناك شيء ما. لنبحث الآن في الأمر. مطلق القمر الصناعي المنزلي. لنرى الأمر عن طريق التلفاز الهوائي. بدأ البث. تبدو شهية، أعطني إياها. لا أريد. ماذا؟ حسنا خذ. إنها لذيذة. أنا لم أقرأ هذه القصة، أعطني إياها. لن يحتاج العملاق إلى نفقة بهذه الطريقة. من البديهي أن تكون الضريبة صفرا. لقد فهمت. حسنا لنرى سونيو. أمي، ما الأمر يا بني؟ أتريدين شيئا من السوق؟ لا لا أريد السوق يا عزيزي. لقد أعطيتك قبل قليل النفقة كاملة، أليس كذلك؟ بلى. أريد منك أن تعطيني مالا لأشتري ألعابا من ذلك المال، فما رأيك؟ لماذا لا أعطيك نفقتك وتتصرف بها كما يحلو لك؟ هكذا سيكون هنالك ضريبة على النفقة، لذا أنت ستشترين لي الألعاب التي أرغب فيها وتعطيني إياها على أنها منك. هذا ليس عدلا. لقد استطاع خداع محصل الضريبة. محصل الضريبة؟ يا محصل الضريبة، عليك الحصول على ضريبة من سونيو. سونيو، ما الأمر؟ ادفعي الضرائب المترتبة عليك. سأدفعها لو وجبت علي، ولكن هذه الأشياء اشترتها أمي. ليس عدلا. يا محصل الضرائب، خذي الضرائب من سونيو. لا أتقاضى ضرائب على طلبات التسوق. سمعت. ولكن على الجميع التزام واجب دفع الضرائب. لن يأخذ مني ضرائب طالما أني لا أملك نفقة. أمي تعطيني المال منها لأشتري كل ما أريده. فظيع. نعم، تصرف فظيع. الضريبة كبيرة جدا جدا. كنت أدخر ذلك المال لشراء مجهر جديد. كنت أدخر المال لشراء المجموعات العلمية. أنا لا أريد شراء شيء، أنا أحب أن أدخر المال، لذا كنت أدخر المال لأجل أن لا أفعل به شيئا. لنتوقف عن هذا في الحال. لقد رأيتكم. أتريدون التوقف عن دفع الضرائب لأنها كبيرة؟ واجب عليكم، هل فهمتم؟ حسنا، لقد فهمنا. هذا جيد. كيف تجرؤ
الحلقة القادمة. هذه القصة ليست